الحياة عجائب. مرحبا بكم على قناة الحياة عجائب. الفيل من بين أضخم الحيوانات، انظر إلى ذكاء الفيل، كيف أنه يستخدم خرطومه لرش الماء على ذلك الرجل. يا للروعة، انظر إنه يعتمد على خرطومه لكي يمسك بالطعام يوصله إلى فمه. أما عن قوة الفيل فإنه يستطيع أن يحطم كل شيء أمامه، وانظر معي إلى قوة هذا الفيل وإلى جبروته وقوته. انظر إلى ذلك المدرب الرائع، انظر إن الفيل قد جاء بالخوذة ووضعها على رأسه، انظر إلى هذا الذكاء، رائع. ثم يأتي الفيل ليحمل صاحبه ليصل إلى السلة، إنه رائع، عجب. ثم يأتي هذا الفيل أيضا بهذه الحصيرة ويقوم بفرشها على الأرض، ثم يتناول بخرطومه هذه الزجاجة. يا ترى لماذا؟ إنه سيقوم برش هذا الكريم وبرش هذا السائل على ظهر صاحبه. يا للروعة، ماذا سيصنع؟ إنه سيقوم بعمل مساج، انظر لو أنه ضغط قليلا لحطم ظهر صاحبه، فمن علمه؟ وانظر إلى هذا القدر الكبير من الذكاء، يا للروعة، انظر، أوه يا للهول، رائع، حركة رائعة، عجب من العجب. ثم يأتي هذا الفيل بخرطومه ثم يقوم بغسل صاحبه ورش الماء عليه. ثم انظر كيف أنه يأتي، شوف كمان جاب الليفة ويقوم بعمل شاور وكمان بينشف صاحبه من الماء. لا 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 لا، وشوف كمان لا لا لا، بيلعب مع صاحبه، وهنا كمان بيلعبوا بكرة السلة، حاجة غريبة جدا، عجيب. شوف 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 شوف، ايه العجب ده، عجب من العجب، مدهش. وهنا شايل الشمسية زي صاحبه، وكمان شوف الحركة، كمان بيقلد صاحبه في الحركة وفي الخطوة، شيء عجيب جدا، عجيب جدا، مدهش، كأنه هو صاحبه وصديقه. فإلى أي مدى بلغ به الذكاء؟